وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، كيف ترى الاهتمام الرئاسي بمحور التنمية البشرية من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان؟ في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أعتقد أن هذه المبادرة، مبادرة بداية، هي المبادرة الأهم في الوقت الحالي، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أهم تكليف له للحكومة الجديدة كانت العمل على بناء الشخصية المصرية والاهتمام بالمواطن المصري، لأن المواطن المصري هو رقم واحد داخل الدولة. لهذا السبب تم في الوقت الحالي اهتمام الرئيس منصب على تنمية المواطن المصري بشكل كبير، تقديم له كافة الخدمات بشكل يسير للمواطنين كافة، العمل على توسعة المظلة الاجتماعية للمواطنين المصريين، الاهتمام طبعا بداية الاهتمام بالنشء الصغير، بالأطفال الصغار منذ الولادة حتى 6 سنوات، وهي نقطة ومبادرة في غاية الأهمية، لأن النشء السليم هو البنية الأساسية لبناء الشخصية المصرية وبناء المواطن المصري بشكل سليم بشكل صحي. تتضافر فيه جهود وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، كل هذه الوزارات تتكاتف من أجل إعداد نشء جديد على أعلى مستوى من الصحة، وتقديم له خدمة صحية جيدة، تقديم له خدمة تعليمية أيضا من خلال تأهيل المعلمين في معاهد رياض الأطفال لتقديم الخدمة التعليمية السليمة لهذا النشء، مع الاهتمام أيضا بتنفيذ الرياضات معينة، لأن في هذه في سن 6 سنوات وما قبلها هي مرحلة للانتقاء الرياضي بشكل يضمن إعداد نشء سليم والوصول إلى البطل الأولمبي أيضا من خلال الانتقاء الرياضي في هذا السن، مع أيضا الاهتمام بالأسرة، أسرة الطفل اجتماعيا وماديا وصحيا على كافة المستويات. نعم، الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.